الأسباب هي بسبب الكوليسترول دكتور؟ 80% الكوليسترول، اه 80% دي زافيسي سون دي زافيسي اسكيميك. ماشي القلقه، كاين اللي يقول لك يتقلق. بصح تقلق، كاين بزاف يتقلقوا ما يصرى لهمش الجلطه الدماغيه. آه. كاين واحد يتقلق ولا تطلع له لاتونسيون تصرى له الجلطه الدماغيه، خاطر ديجا في الشرايين تاعو كاين كوليسترول او الكوليسترول معمر في لي زارتير، كي يتقلق ولا تطلع له لاتونسيون ولا السكر المرض السكري ثاني عنده دخل في هذا لو بروبليم تاع لاتيروسكليروز. دكتور كاين بزاف اللي يربطوا الكوليسترول بالسمنه، يقول لك المؤشر انه فيه كوليسترول لازم يكون الشخص سمين. لا لا، هذه سيت اون ايدي اونسيان. كاين رقاق بزاف وعندهم الكوليسترول بزاف، كي تلقاهم سمان دير لهم لي زاناليز يعني التحاليل نلقاو الكوليسترول تاعهم نورمال، ميم لي تريغليسيريد يكونوا يقدروا يكونوا نورمال. هذه سي دي بروبليم دو ميتابوليزم، كل واحد والجسم تاعو كيفاش يخدم. يعني كاين الميتابوليزم دو لورغانيزم ديفير دون بيرسون ا لوتر. كاين اللي عندهم ياكلوا وكاين ما ياكلوا شويه بزاف كوليسترول وما عندهمش، كاين ما ياكلوش بزاف ياكلوا غير شويه يكون عندهم كوليسترول. بصح الكوليسترول وحده ما يديرش لي دو غرو بروبليم. لو كوليسترول لازم يكون واحد ان ديابيتيك، يعني اللي عنده المرض السكري، اللي عنده الضغط الدموي، اللي عنده الخمول، اللي ما لا سيدونتاريتي، واللي يدخنوا بزاف. هو التدخين هو عامل رئيسي اللي كي ديكلونش كاع لي زيسكيمي. عامل الفجأة معروفة به الجلطة. وش هو السبب اللي يخليها تجي فجأة؟ يعني الجسم يكون سليم ما فيه والو؟ ما يكونش سليم، ماشي ما يكونش سليم. كي يكون الجسم سليم ما يصراش ان افيسي، ما تصراش الجلطه الدماغيه كي يتقلق واحد. ايه؟ لازم يكون لي زارتيغ تاعو الشرايين تاعو ديجا فيهم الكوليسترول. فيهم الكوليسترول، فيهم سكون ابيل دو لاتيروسكليروز. ولاتيروسكليروز قلت لك تجي اللي عندهم لي فاكتور دو ريسك. ليبرتونسيون ارتيريال، لو ديابيت، ليبر كوليسترولي، ملي عندهم بزاف كوليسترول ناتورالمون يعني يزيدوه هما عندهم كوليسترول بزاف. وكاين التدخين. هادو هما العوامل. كي يكونوا في واحد هاد العوامل يكون عنده لاتيروسكليروز، سيتادير في الشرايين تاعو يكون فيه الكوليسترول. بالتحاليل نعرفوهم، بالتحاليل اللي نقدروا نعرفوا واش كاين في الدم. بصح باش تشوف الكوليسترول في العروق لازم دير دي راديو. اه كاين دي زيكسبلوراسيون. حنا واحد كيشكو عنده ان افيسي كيروح عند طبيب العام، طبيب العام يعرف يشوف دي سين، يقول له انت عندك الضغط الدموي طلع لك لا تونسيون وعندك السكر، نوض الصباح لقيت فمي يتعوج ولا لقيت عيني ما تغلقش ما نشوفش بها ولا عندي هذا الكوتي كاع بدا يفشل ولا كومبليتمون فوالا. تمتم هو الطبيب العام يشك يعرف باللي هذا ويدير ان افيسي، يبعثوا يعني لو ريفلكس لو بلوز امبورتون ديروا له ان سكانير سيريبرال، ديروا سكانير وفي سكانير يبان هذاك العرق يظهر، يعني يظهر وبعد كي يظهر هذاك العرق يصادرونا كونفيرمي لو دياغنوستيك دو لافيسي. كي نلقاو العرق مسدود هذيك سيت ان افيسي اسكيميك الجلطه الدماغيه. كي نلقاو العرق تقطع هذه ثاني 20% دي كا يكون العرق اللي تقطع. علاش يتقطع العرق؟ كان اللي عندهم دي مالفورماسيون في راسهم، العرق يكون فراجيل يكون يعني منفخ، ومن بعد كي تطلع لاتونسيون ولا كي يكون القلق بزاف يتقطع هذاك العرق. وسا دون سكون ابل ان افيسي هيموراجيك. يعني كي نديرو لو سكانير سيريبرال يبان اسكو سي ان افيسي سكيميك ولا سي ان افيسي هيموراجيك. وقتاش نخافوا ونقولوا انه تقدر تؤدي الى الوفاه في الجلطه الدماغيه؟ الجلطه الدماغيه كي تكون يعني عرق كبير اللي مسدود، كي يكون لا بلاك هذيك داتيروم هذاك لو كايو اللي سدد العرق اللي راه في الراس يكون كبير، يعني هذاك العرق يغذي ان بارتي كبيره في الدماغ. يعني كي تكون ان بارتي كبيره في الدماغ عند العرق كبير مقيوسه، هذاك يقدر يروح حتى لو كوما دي تروبل دو كونسيونس غراف اي سا بو الي جوسكو ديسي. ولو كا غراف لي بلو غراف سي لي زافيسي ايموراجيك، يعني اوغوزمون ما كاينش بزاف فيهم. هذاك فيه نزيف، والنزيف كي تقطع العرق تكون ان اسكيمي خاطر هذاك العرق ما يلحقش الاكسجين للدماغ، وتكون ان كومبريسيون باسكو كاين نزيف لا كومبريسيون هذاك سي تري غراف. سا بو اونجوندري تاني دي كومبريسيون دي سيستيم، لي سيستيم هنايا دو فيتال كونت اللي سون كومبريمي لا بيرسون تاني سا بو الي جوسكو ديسي.